يا جماعة اسمعوني شوي، نحن رح نبلش بمسابقة الطيارات الورقية، رح نساوي على 3 جولات، والرابح رح يكون الشخص يلي بيقدر يشق طيارة الخصم. وبهي الطريقة بدنا نختار البطل ونعطيه مكافأة وبعد ما نختتم المهرجان. هلا بتشوفوا كيف رح نربح لكن. أنا بعرف إنه الناس يلي بيجوا من الضيع بيكونوا شاطرين بهيك ألعاب مثل الطيارات الورقية، وسمعت إنه كونال بطل هي اللعبة بضيعته، لا تنسى إنه روشني عم تشجعه، لساتك مصر تتحداه؟ أنتِ اطمني حماتي، صحيح كونال من ضيعة صغيرة، بس ما بيعرف يتصرف، والناس يلي مثله مستحيل يربحوا علي، وروشني بدها تشجعني هلا، هي واقفة معه مزبوط، بس لا تخليني غار، ووقت روشني تشجعني أكيد رح أربح. ماشي مثل ما بدك، بالتوفيق. ماشي. ايه كونال كمان لك. ايه كثير منيح شايف على ما هيك يا عيني عليك. انتبه سيد هارت، على مهلك، شد الحبل لتحت، خليها ترتفع الطيارة. انتبه منيح سيد هارت. ايه منيح سيد هارت، كمل كمل. رح يخلي يتعلم ومسك الحبل منيح. كمل سيد هارت. ممتاز. حلو سيد هارت. هلا طيارة سيد هارت صارت اعلى من طيارة كونال. رح يفوز. هلا ريح الوضع. طيارة كونال صارت اعلى من طيارة سيد هارت. ايه حلو سيد هارت. دير بالك سيد هارت، دير بالك.